السلام عليكم يا جماعة، مرحبا بكم عندنا وحنا مرحبا بكم عندكم. نتمنى لكم ليلة سعيدة. وكتعرفوا هاد الحكاية، راه الحكاية هي من بعد الدراسة، من بعد الطفل، من بعد الأم، من بعد الأب. الحكاية ليست رمادا ميتا. المهرجان الدولي مغرب الحكايات المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بشراكة مع وزارة الثقافة والاتصال والشباب، وأيضا بشراكة مع ولاية الرباط سلا القنيطرة. هذه الدورة تميزت أولا بكونها اختارت لها تيمة أو شعار: عظماء بأمهاتنا. عظماء بأمهاتنا لأن الأم هي الركيزة الأساسية في بناء مواطن صالح وفي بناء المجتمع. فالأم في البيت ساهمت منذ الأزل من خلال حكايتها لتربية الأجيال وصناعة العظماء والعظيمات طبعا. ثم أيضا تميزت هذه الدورة بكون حضور مميز لرواد وفنانين وباحثين مختصين في مجال الحكاية خاصة والتراث اللامادي عامة، يعني من كل القارات الخمس حاضرين معنا، عددهم يتعدى 170 شخص وفنان وحكواتي. هذا يدل على شيء، يدل على أن المغرب هو ملتقى الثقافات، ملتقى الحضارات، ملتقى الديانات، رواة من مختلف اللغات، من مختلف الثقافات، من مختلف الديانات حاضرين معنا. يعني المغرب أصبح قبلة، أصبح رائد في كونه أنه يستقبل هاد الرواة، وخاصة من خلال المهرجان الدولي مغرب الحكايات. ما يميز أيضا هذه الدورة هو مائدتها المستديرة التي تنظم بشراكة مع جامعة محمد الخامس حول صورة الأم في المتخيل الشعبي العالمي أو المتخيل الإنساني العالمي. تميزت هذه الدورة بكونها تعدت ساحات على صعيد جهة الرباط سلا القنيطرة إلى ساحة باب بوجلود بفاس وباب الهديم بمكناس. أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لكم وتحية للناس ديال الرباط، العاصمة ديال الرباط اللي هو واحد البلاصة اللي معروفة في المغرب، تنقولوا الرباط هو المغرب هو كل شيء. تحية لكم، تحية للناس ديال الإعلام، واللي غادي نشرفكم الاسم ديالي معكم عبد الإله المسيح. أنا دي المشاركة الثالثة في هذا المهرجان الدولي اللي هو ولا ماشي غير دولي، تبارك الله راه أش غنقول لك عالمي، مهرجان الحكاية. أنا تيحصل لي الشرف باش نجي نشارك مع هاد الفرق اللي جايين من عدة دول بالناس ديال الحكاية ديال المغرب. وهذا المهرجان فيه يعني فيه حكاية، فيه مفاجآت، فيه بزاف المفاجآت اللي غادي يقدروا على الناس اللي مشاركين في هذا المهرجان هذا. والحمد لله هذا هو الشرف لينا كبير باش نفرحوا ونكونوا مستعدين وجايبين تحنا الفكاهة ديال مراكش، جايبين بالحلقة ديال الساحة ديال جامعتنا باش نمتوها هنا إن شاء الله. هذا العام كاين الجديد، ما نكذبش عليك، هذا العام كاين الجديد. الأستاذة عتيقة قلفاء حكواتية وروائية. أنا شاركت في هذا المهرجان لأن كانت المشاركة ديالي طبعا من سنين مع مغرب الحكايات، وكنحاول ضمن هذه المهرجانات والتعاون مع الأكاديمية الدولية مغرب الحكايات باش ندخلوا الحكاية المدارس. علاش؟ لأن في هذا العالم الرقمي بدأت الحكاية كتموت، ولكن حاولنا نربطوها دابا بالأطفال بالمدارس، كنحاولوا نعلموا الحكاية للمدارس للأطفال باش نكونوا حكواتيين أجيال يبقوا مرتبطين بالموروث الثقافي ديالهم. ني وبني عليا قبة وقول القبيلة يجيو يزوروني، و200 مليون اللي شاط شي قسمها مع سعادات القايد، والقايد يوقف قال له عاود اش قال المرحوم اللهم اغفر لنا وله. تنعاود على القيود ديال قديم الزمان. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.